أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لليوم: أربعة شهداء وعشرات الجرحى الفلسطينيين في عملية عسكرية عدوانية إسرائيلية بمخيم جنين، والمقاومون يتصدون. حرس الثورة يقصف مواقع لتنظيمات إرهابية في عمق إقليم كردستان العراق، ويعلن بدء مرحلة جديدة من عملياته ضدها لمواجهة محاولاتها زعزعة أمن واستقرار إيران. الدفاع الروسية تعلن تعزيز أسطولها في الهادئ بغواصتين تعملان بالطاقة النووية، والكرملين يحذر من خطورة تحول واشنطن إلى طرف في النزاع. بعد حالات التسرب في السيل الشمالي، موسكو تعلن استعدادها للمشاركة في التحقيق، والاتحاد الأوروبي يحذر من أي عبث بمنشآته للطاقة. على وقع التظاهرات، مجلس النواب العراقي يصوت على تجديد الثقة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وفي الظهيرة موجز اقتصادي مع عبد الله ظاهر. مرحبا عبد الله. مرحبا آلاء. في اقتصاد الظهيرة لليوم، لليوم الثاني على التوالي، إضراب للعمال الفرنسيين في مصافي توتال انرجي واكسون موبيل، ومطالبات بتحسين الأجور. وموجز أخبار الرياضة في هذه الظهيرة مع مايك شلهوب. مرحبا مايك. مرحبا محمد. سنتابع في موجز الرياضة سقوط الرباعي الموندياليي العربي في تجاربه الأمريكية الودية، والحصيلة ثلاثة تعادلات وخسارة قاسية. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية، نتابع تفاصيلها في النشرة، ونبدأ بآخر التطورات في فلسطين المحتلة. إذن أربعة شهداء فلسطينيين ارتقوا اليوم في عملية عسكرية عدوانية إسرائيلية جديدة في مخيم جنين، تصدى لها المقاومون بنيران أسلحتهم. وفي التفاصيل، أن قوة إسرائيلية معززة بالوحدات الخاصة المدججة بالآليات والمدرعات والجرافات اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرت منزل عائلة الشهيد رعد خازم، ووقعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وعناصر الاحتلال. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء أربعة شهداء هم عبد فتحي خازم شقيق الشهيد رعد، بالإضافة إلى الشهيدين محمد محمود الونة وأحمد نظم علونة. اعتداءات الاحتلال أدت كذلك إلى إصابة 44 فلسطينيا بجروح بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، التي أشارت إلى أن بين الجرحى إصابات خطيرة وبالغة الخطورة. الأجزاء العلوية على ما يبدو إصابة خطيرة. كتيبة جنين في سرايا القدس كانت تبنت عملية إطلاق نيران على حاجز طيار للاحتلال جنوب مدينة جنين. ووفق سرايا القدس، فإن المقاومون المقاومين أمطروا الحاجز في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس بوابل من الرصاص، وقد عرضت فيديو لهذه العملية. يأتي ذلك فيما يسود القلق لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية مع التطور وتبدل طابع العمليات الفلسطينية، وذلك في ظل تقديرات إسرائيلية باستمرار فترة التوتر في القدس الشرقية والضفة الغربية خلال الأسابيع المقبلة. تقرير من الإسماعيل.
رفع حال التأهب في صفوف القوات الإسرائيلية التي رافقت رأس السنة العبرية والإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الفلسطينيين لم ينجحا في كبح موجة العمليات الفدائية الفلسطينية. التوتر خلال عيد رأس السنة، حال تأهب قصوى، 2000 شرطي وجندي عملوا في القطاعات المختلفة، إخلال بالنظام وأعمال شغب في جبل الهيكل، أعمال عنف وزجاجات حارقة في القدس وعشرات المعتقلين الفلسطينيين. التقديرات الإسرائيلية باستمرار التوتر في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية طيلة فترة الأعياد اليهودية قابلتها خشية في المؤسسة الأمنية والعسكرية من تدهور إضافي للوضع في تلك المناطق. في المؤسسة الأمنية والعسكرية يخشون من تدهور الوضع في القدس الشرقية والضفة بعد الأعمال التي حصلت في جبل الهيكل خلال العيد وبعد التحريض في وسائل التواصل الاجتماعي. تغير طابع العمليات الفلسطينية بما يصعب على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التكهن مسبقا بمكان وزمان العملية فضلا عن هوية منفذيها بات هاجسا يقلق الجهات الأمنية في إسرائيل، ولا سيما في ظل قلق متزايد من تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسيلة للتشجيع على محاكاة عمليات ناجحة. في الشرطة الإسرائيلية يشخصون توسع التحريض في وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الشبان للحضور إلى جبل الهيكل، ويقدرون أن الأحداث في جبل الهيكل سترافقنا في الأسابيع المقبلة خلال فترة الأعياد، ويخشون من تصعيد الوضع. وفيما يتحدثون في إسرائيل عن تنامي ظاهرة تبادل إطلاق النار مع كل عملية اعتقال يحاول جنود الجيش الإسرائيلي تنفيذها بحق فلسطينيين ولا سيما في مخيم جنين، لفت خبراء إلى قلق إسرائيلي حقيقي من تصاعد وتطور أشكال المقاومة الفلسطينية. ومعنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر أهلا بك. إذن عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء هذه العملية العسكرية لقوات الاحتلال، هل اتضحت الصورة ولماذا هذا الارتفاع في أعداد الجرحى وأيضا الشهداء؟ في الحقيقة سؤال مهم. سبب الخسائر البشرية الفلسطينية أن إسرائيل أعدت خططت لعملية إعدام جماعي للمقاتلين الفلسطينيين، على ما يبدو أنها أرسلت مستعربين وقوات خاصة قناصة محترفين اختبأوا، ثم جاء جيش الاحتلال، وحين تصدى لهم المقاتلون في مخيم جنين كان القناصة يضعون الرصاصة في بيت النار وقاموا بقتل أكبر عدد ممكن في عملية إعدام ميداني. نتحدث عن 4 شهداء، 3 في حالة بالغة الخطورة وحرجة جدا، ونتحدث عن 41 جريح منهم إصابات خطيرة. إذن جيش الاحتلال بالمستوى العادي المشاة لم يستطع أن يواجه مخيم جنين. أرسلت إسرائيل نخبة النخبة وأرسلوا القتل المحترفين الذين يتخفون والذين ينتظرون لتنفيذ عمليات الإعدام، ثم يأتي الجيش للتغطية عليهم وسحبهم وتغطية انسحابهم. هذا العدد الكبير والرصاص كله معظمه بالرأس مباشرة بهدف القتل يدل على أن إسرائيل أخذت قرارا بالإعدام الميداني وتنفيذ ما يحلو لها من آلات القتل التي لا تستخدم إلا ضد الجيوش، يستخدمونها في مناطق مدنية مأهولة بالسكان الأكثر كثافة في العالم مثل مخيم جنين وباقي المناطق. كل الشكر لك مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام، حدثتنا من بيت لحم. وفي شأن آخر، توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية التوصل قريبا إلى اتفاق حول الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وأشارت هذه الوسائل إلى أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين وصفتها بأنها صغيرة وقابلة للحل. ونقلت عن معلقين قوله من تل أبيب تعلق أهمية عالية جدا على أن يكون للبنان حقل غاز ينتج معادلة بمقدورها كبح وتقليص نيات حزب الله ضد إسرائيل بحسب هذه الوسائل. إلى إيران، حيث أعلن حرس الثورة عن بدء مرحلة جديدة من عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد. وأفادت القوات البرية التابعة لحرس الثورة في بيان لها بأنها قصفت مراكز ومعسكرات هذه التنظيمات في عمق إقليم كردستان العراق،
وأكد البيان استخدام الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة الهجومية، حيث تم توجيه ضربات مدمرة، كما شددت القوات البرية على أن هذه العمليات التي بثت مشاهدها ستستمر بقوة ما لم يبعد التهديد وتزل مقار التنظيمات الإرهابية وما لم تعمل سلطات الإقليم بتعهداتها. هذا وبثت قنوات عراقية كردية ومن بينها روداو مشاهد لآثار القصف على هذه المراكز، وأدانت وزارة الخارجية هذا القصف الذي قالت إنه تزامن مع استعمال 20 طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة طالت 4 مناطق في إقليم كردستان العراق وأوقعت قتلى وجرحى في تطور وصفته بالخطر وبأنه يهدد أمن العراق وسيادته بحسب بيان الخارجية العراقية. إلى ذلك أكد قائد حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي في تصريح لوكالة إيرنا إن حرس الحدود يراقب بدقة حدود البلاد وأن الأمن مستتب في كل أنحاء الحدود الإيرانية. ولفت إلى أن خلال الأشهر الستة الماضية كشف حرس الحدود الإيراني عن 1400 قطعة سلاح إضافة إلى 80,000 طلقة نارية من أنواع مختلفة لأغراض حربية وللصيد. إلى ذلك حذرت الشرطة الإيرانية من أنها ستقف حتى اللحظة الأخيرة بكل قوتها في وجه المؤامرات وستتعامل بحزم مع من يحاولون الإخلال بالنظام وأمن البلاد. وأعلنت القيادة العامة لقوات الشرطة في إيران فشل المؤامرات أمام اتحاد القوات المسلحة والشعب الإيراني. وأكدت قيادة الشرطة في بيان أن أعداء نظام الجمهورية الإسلامية يحاولون إثارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار وسلب طمأنينة الشعب تحت أي ذريعة، لكن مؤامراتهم فشلت. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال أن أعداء بلاده يشعرون بالخطر الذي تمثله قوتها. وفي اجتماع مجلس الوزراء شدد رئيسي على أن المساعي التي يبذلها أعداء إيران لإثارة الفتن ناجمة عن شعورهم بالخطر الذي تشكله قوتها وتطورها، وأشار إلى إقرار قادة الدول الذين التقاهم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بالتطور الذي تشهده إيران في مختلف المجالات. هذا وحملت الحكومة الإيرانية مسببي وداعمي أعمال الشغب مسؤولية الخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة. وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن الأعمال كانت منظمة ومدروسة من قبل أعداء الثورة. للأسف لقد شهدنا حادثة مؤلمة خلال الأيام الماضية تبعتها أعمال منظمة بدعم من الإعلام المعادي للثورة وبشكل مدروس وموجه مسبقا، لكن الشعب الإيراني كالعادة كان حاضرا وداعما في المسيرات الحاشدة في مختلف المدن الإيرانية وناى بنفسه عن هؤلاء. وقد قدمت تقارير خلال اجتماع الحكومة عن أعمال الشغب والخسائر التي لحقت بالممتلكات. المؤسسات المعنية ستحمل المتسببين والمحرضين والداعمين المسؤولية عن ذلك. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده لن تسمح بأن يتأثر الأمن والاستقرار بتحريضات إعلامية وسياسية خارجية. وقال عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أن وسائل الإعلام حولت وفاة الشاب أميني إلى عامل لزعزعة الأمن. وفي مقابلة أخرى مع راديو NPR أكد عبداللهيان أن إيران ليست مكانا للانقلابات العسكرية أو الثورات الملونة، متوجها للأمريكيين بالقول أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان وتتبادلان الرسائل للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن لن يحدث أي تغيير للنظام في إيران ولا يمكن التلاعب بمشاعر الشعب الإيراني بهذه الطريقة.
معنا من طهران مدير مكتب الميادين ملحم ريا. مرحبا بك ملحم. لو تضعنا في صورة المستجدات الميدانية عند الحدود العراقية الإيرانية، وبطبيعة الحال أي طبيعة أعمال إرهابية كانت تشنها هذه المجموعات الإرهابية التي تضرب بها استقرار إيران؟ تحياتي محمد. في الحقيقة هذا اليوم الخامس للاستهدافات التي يقوم بها حرس الثورة للشريط الحدودي وأيضا لعمق إقليم كردستان. لربما اللافت اليوم هو استهداف هذه المقرات في داخل إقليم كردستان العراق، أي في العمق بحسب بيان حرس الثورة، القوة البرية لحرس الثورة. وبالتالي نحن نتحدث عن عدة أحزاب تم استهداف مقراتها خلال الأيام الخمس الماضية. نتحدث عن حزب جاك، وهو المعروف بحزب الحياة الحرة، وهو فرع حقيقة من حزب العمال الكردستاني، وأيضا حزب كوملا والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وكذلك حزب باك كردستان. وبالتالي يعد هذا الاستهداف هو الأشمل إنجاز التعبير لقوات حرس الثورة لهذه المجموعات داخل الأراضي، أراضي إقليم كردستان العراق وعلى الشريط الحدودي. نحن نتحدث عن أحزاب معارضة انفصالية قامت بالعديد من العمليات الإرهابية في الداخل الإيراني حتى منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية إلى اليوم. وبالتالي عمليات الكر والفر، عمليات الاشتباك، هي قائمة بين القوات الإيرانية وبين هذه العناصر، وتقوم حقيقة بالعديد من العمليات الإرهابية في الداخل الإيراني. ولكن هذه المرة جاءت هذه الاستهدافات على خلفية مشاركة هذه المجموعات في عمليات التحريض وفي أعمال الشغب التي حصلت خلال الأيام الماضية على خلفية الاحتجاجات التي ظهرت بعد وفاة الفتاة مهسا أميني. استغلت هذه الأحزاب وهذه المجموعات الإرهابية الانفصالية هذه الأحداث لإثارة الشغب في الداخل الإيراني. وأكثر من ذلك، التحقيقات التي نجمت بعد اعتقال عناصر من هذه المجموعات في تلك الاحتجاجات وأعمال الشغب من قبل القوات الأمنية الإيرانية، كشفت عن أن هؤلاء كان بحوزتهم أسلحة نارية وأيضا متفجرات يدوية الصنع، كانوا ينوون استخدامها في هذه الاحتجاجات لإثارة الشغب أكثر ولتأجيج الشارع الإيراني أكثر. وبالتالي بناء على كل هذه المعطيات، قامت السلطات الإيرانية تحديدا حرس الثورة باستهداف هذه المقرات. وكما ذكرت قبل قليل، هذا الاستهداف هو الأشمل في الحقيقة لهذه المواقع وهذه المجموعات. عندما كان يحصل استهداف في أوقات سابقة، كان يحصل استهداف لمقرات لحزب أو لجماعة معينة، ولكن نحن نتحدث هنا عن معظم الأحزاب الانفصالية الكردية المتواجدة في إقليم كردستان، والتي يعني تنطلق من الإقليم للقيام بعمليات تخريبية وتحريضية ضد النظام هنا في إيران. وبالتالي هذه الخطوة وهذا الاستهداف محمد يعد ردا على هذه الأعمال التي قامت بها هذه المجموعات خلال الأيام الأخيرة الماضية. لكن إضافة إلى ذلك، هذا الاستهداف يعد رسالة تحذيرية واضحة لا لبس فيها لإقليم كردستان العراق، خاصة بعد يعني عدم استماع سلطات الإقليم إلى المطالبات الإيرانية إلى قيادة الإقليم بالتدخل لحفظ الأمن على المنطقة الحدود، لم تلقى أذانا صاغية من قبل. هذا ما كنت أقوله محمد، لم تستمع سلطات إقليم كردستان العراق للمطالبات الإيرانية المتكررة بوضع حد لهذه الجماعات وإنهاء وجودها على أراضي إقليم كردستان العراق، لأنها تشكل خطرا على الأمن القومي الإيراني وعلى أمن المواطن الإيراني من خلال قيامها بهذه الأعمال الإرهابية وبعمليات التحريض كما شاهدنا خلال الأيام الماضية. لكن مع الأسف
بحسب السلطات الإيرانية هنا، سلطات إقليم كردستان لم تستمع لهذه المطالبات، وبالتالي كانت إيران مضطرة للقيام بتوجيه ضربات لهذه الجماعات في أكثر من مناسبة، وهذه المرة هذه الضربات هي الأشمل كما ذكرنا. ولكن إضافة إلى ذلك، حقيقة ما تقوم به بحسب هنا بحسب البعض في الداخل الإيراني، ما تقوم به سلطات إقليم كردستان العراق يعد خطرا كبيرا على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث بحسب البعض باتت تعد وكرا للموساد الإسرائيلي، إضافة إلى الجماعات الإرهابية الكردية الانفصالية. نحن نتذكر هنا أن قوات حرس الثورة وجهت ضربات صاروخية دقيقة لمقر للموساد قبل عدة أشهر، وبطبيعة الحال هذه الضربات هي جاءت ردا على قيام الموساد انطلاقا من إقليم كردستان العراق بعملية تخريبية في الداخل الإيراني، تحديدا في المناطق الشمالية الغربية، حيث تم استهداف مقر لصناعة المسيرات الإيرانية، وبالتالي جاءت هذه الضربات ردا على هذه العملية التي قام بها الموساد الإسرائيلي ضد الأمن الإيراني. لذلك حقيقة ترى إيران بأنه في حال لم تكف سلطات إقليم كردستان عن دعم هذه المجموعات وعن إفساح المجال للموساد الإسرائيلي بالتحرك بأريحية على أراضيها، فإن الوضع ربما سيلقى ردودا وأفعالا أكثر من قبل الجانب الإيراني تجاه هذه الجماعات، وأيضا تجاه الموساد الإسرائيلي داخل العمق عمق إقليم كردستان العراق. شكرا لك ملحم ريا مدير مكتب الميادين، كنت معنا من طهران. ونبقى في إيران، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تغريدة عبر تويتر وجود تباين وصفه بالمخجل والمخزي في تصريحات مسؤولين بارزين في بعض الدول. كنعاني لفت إلى أن هؤلاء المسؤولين أرادوا في فترة ما تركيع إيران من خلال تنفيذ سياسة الضغوط القصوى عليها وفرض العقوبات المدمرة ضده، لكنهم يعربون اليوم عن حزنهم ودعمهم للشعب الإيراني. وانتقد كنعاني التناقض في إعلام تلك الدول في دعمهم المواجهات والتخريب والتدمير في الشوارع وإثارة النزعات القومية في إيران. والآن إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي الذي يبدو أنه دخل مرحلة جديدة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ تم تعزيزها بغواصتين تعملان بالطاقة النووية. والغواصتان هما الطراد الاستراتيجي الأمير أوليغ وطراد الصواريخ المجنحة الذي يعمل بالطاقة النووية نوفوسيبيريسك، حيث وصلتا إلى نقطة المرابطة الدائمة في شبه جزيرة كامتشاتكا. وأثناء العبور الذي تزامن مع تدريبة القطب الشمالي، قامت الغواصة النووية نوفوسيبيريسك بإطلاق صاروخ مجنح كروز مضاد السفن من طراز أونيكس على هدف بحري بحسب وزارة الدفاع الروسية. هذا وحذر المتحدث باسم الرئاسة في الكرملين ديمتري بيسكوف من خطورة تحول واشنطن إلى طرف في النزاع الحاصل في أوكرانيا. وفي تصريح صحفي أشار بيسكوف إلى أن قرار إعادة صياغة العملية الخاصة إلى عملية لمكافحة الإرهاب ضد بعد ضم مناطق جديدة لروسيا يعود فقط للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين. بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تمر اليوم بمرحلة مصيرية في تاريخها ستحدد مستقبل النظام العالمي. وخلال حفل بمناسبة ذكرى 220 سنة على تأسيس وزارة الخارجية الروسية، أكد لافروف أن الأهداف الرئيسية لسياسة روسيا الخارجية كانت ولا تزال ضمان الأمن القومي للبلاد وضمان سيادتها وسلامة أراضيها وتعزيز موقف روسيا على الساحة العالمية. وشدد لافروف على أن روسيا ستواصل مع شركائها دعم وترويج أجندة بناءة وموحدة. في المقابل، وجه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ رسالة إلى روسيا يحذر فيها من استخدام السلاح النووي، لافتا إلى أن خطاب موسكو حول النووي سيأخذه حلف الأطلسي على محمل الجد.
هذا أمر خطير. استخدام الأسلحة النووية أمر غير مقبول على الإطلاق، وسوف يغير طبيعة الصراع. يجب أن تعلم روسيا أنه لا يمكن كسب حرب نووية. عندما نرى هذا النوع من الخطاب النووي مرارا وتكرارا من روسيا، فهذا سنأخذه على محمل الجد، وبالتالي فإن هذا سيكون له عواقب وخيمة على روسيا، وإنه يجب عدم خوض حرب نووية أبدا. إلى ذلك، ردت روسيا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول عدم معارضة بلاده استخدام أوكرانيا الأسلحة الغربية في المناطق التي قد تضمها روسيا. وأكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطرة، وقال أن الولايات المتحدة تتحول إلى طرف في النزاع الأوكراني، مؤكدا أن الخطوات الدفاعية الروسية ستكون حازمة وحاسمة، مضيفا أن الحل السلمي للأزمة لا يمكن أن يكون فعالا بينما يستخدم الغرب الجماعي نظام زيلينسكي كمرتزق عسكري ضد روسيا. بلينكين كان قد أعلن أن واشنطن لا تعارض استخدام كييف الأسلحة الغربية في المناطق التي قد تضمها روسيا. وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن مع نظيره الهندي، شدد بلينكين على أن بلاده لن تعترف بأن تلك الأراضي روسية. نحن ودول عديدة كنا في غاية الوضوح في أننا لن نعترف أبدا بضم روسيا أراضي أوكرانية. وأود أن أكون واضحا أيضا في أن لأوكرانيا الحق المطلق في الدفاع عن أراضيها، بما في ذلك استعادة الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بشكل أو بآخر، ولا نعارض استخدام كييف الأسلحة الغربية في المناطق التي قد تضمها روسيا. وزير الخارجية الأمريكي قال أن التقارير الأولية تكشف عن وجود نشاط تخريبي وراء تسرب الغاز من خط نورد ستريم. التسريبات قيد التحقيق، وهناك تقارير أولية تشير إلى أن ذلك قد يكون نتيجة هجوم أو نوع من التخريب، لكن هذه تقارير أولية ولم نؤكد ذلك بعد. في حال تأكدت تلك التقارير فذلك ليس في مصلحة أحد. إلى ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو عن استعداد روسيا للنظر في طلبات إجراء تحقيقات أو تحقيق مشترك في أسباب الحادث الذي وقع في خط أنابيب السيل الشمالي. غروشكو أكد أن روسيا مستعدة للمشاركة في أي تحقيق بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه لم ترد من الدول الأوروبية أي طلبات بهذا المضمون بعد. إلى ذلك، حملت جهات روسية الولايات المتحدة مسؤولية تسرب الغاز من خطوط السيل الشمالي القادم من روسيا باتجاه أوروبا. وذلك محمد بسبب المناورات البحرية العسكرية التي أجرتها الولايات المتحدة في الدنمارك حيث تمر الأنابيب، والتي أعلنت عنها البحرية الأمريكية في وقت سابق للتدرب على مواجهة الألغام البحرية. وقال خبير روسي إن مسؤولية الولايات المتحدة عن انفجار أنابيب الغاز واضحة ومثبتة، فيما أكد عضو البرلمان الأوروبي رادوسلاف سيكوروسكي أن المشاهد تظهر الانفجارات التي تحدث تحت الماء، وقال شكرا للولايات المتحدة قصدا بذلك اتهامها بالتسبب في تعطيل الأنابيب. الشركة المشغلة لخط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا كانت قد قالت إن الأضرار التي وقعت في خط غاز التيار الشمالي تقع بالكامل في المياه السويدية والدنماركية الإقليمية. وأضافت أنه من المستحيل تحديد موعد محدد لاستئناف تشغيله. وجاء ذلك بعد أن نشرت القوات المسلحة الدنماركية مقطع فيديو يظهر فقاعات تطفو على سطح بحر البلطيق فوق خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، وقالت أن أكبر تسرب للغاز تسبب في أضرار ظهرت على سطح المياه يزيد قطرها على كيلومتر. من جهتها، أصدرت الهيئة البحرية السويدية تحذيرا بشأن التسريبين في خط أنابيب نورد ستريم 1، وذلك في اليوم التالي لاكتشاف تسرب في خط أنابيب نورد ستريم 2. تسرب الكثير من الغاز، ربما يتسرب ملايين الأمتار المكعبة كل ساعة. يجري تفريغ الأنابيب، لكن الأمر سيستغرق عدة أيام قبل أن تصبح فارغة تماما. من النادر جدا حدوث أضرار من هذا النوع، والآن حدثت 3 أضرار في غضون 24 ساعة، ولهذا السبب نحن قلقون جدا بشأن سبب ذلك.
ومعنا من هلسنكي مدير مكتب الميادين في روسيا سلام العبيدي. سلام، أهلا بك. إذن اتهامات لروسيا بأعمال تخريب وراء تسرب الغاز من نورد ستريم، كيف ترد موسكو على ذلك؟ وماذا عن إجراء واشنطن تدريبات عسكرية في المكان قبل هذا التسريب؟ نعم، لا، في الواقع المتحدث الرئاسي ديمتري بيسكوف أجاب بكل سهولة عن هذا السؤال، من يقف وراء تفجير الخطي الأنابيب نورث ستريم 1 ونورث ستريم 2؟ في الواقع بالفعل كانت هناك مناورات بحرية للأسطول الأمريكي، وأيضا نتذكر أنه في صيف هذا العام كانت هناك مناورات غير مسبوقة لأساطيل حلف شمال الأطلسي في المنطقة، بما في ذلك في المياه الإقليمية السويدية وفي منطقة البلطيق بشكل عام. وليس صعبا لاسيما للضفادع البشرية لقوات الناتو أن تزرع عبوات ناسفة يمكن التحكم بها وتفجيرها عن بعد في الوقت المناسب. فلذلك من وجهة النظر الروسية يجب الإجابة عن السؤال، من المستفيد الأول من تفجير هذه الخطوط؟ الإجابة بالنسبة لموسكو واضحة، لا سيما أن بيسكوف يذكر بتصريحات الرئيس الأمريكي بايدن قبل تشغيل هذه الخطوط، عندما قال أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لعدم تشغيل هذه الخطوط. وأيضا هناك في الوقت نفسه تجاوب وتناغم في المواقف من وارسو من بولندا. بولندا هي أكثر دولة في الاتحاد الأوروبي كانت تعارض تشغيل هذه الخطوط، طبعا بالإضافة إلى دول البلطيق. فمن وجهة النظر الروسية سواء كان على المستوى الرسمي أو على مستوى الخبراء، المسؤول الأول الولايات المتحدة، وقد تكون استعانت أيضا يعني بتسهيلات أو يعني قدرات لوجستية من بولندا. طبعا هناك حديث أنه قد تكون دول البلطيق وراء هذه العملية أو حتى أوكرانيا، لكن من الناحية التقنية من الصعب لأوكرانيا أن تقوم بمثل هذا العمل، لكنها بلا شك تبارك لمثل هذا العمل، وأيضا دول البلطيق. لذلك في التفسير الروسي تنحصر الاتهامات ويوجه إصبع الاتهام بالدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة وإلى بولندا، أخذا بنظر الاعتبار كل هذه التفسيرات وكل هذه الحقائق التي شاهدناها في المنطقة على مدى الأشهر الأخيرة. سلام، فيما يخص تعزيز وزارة الدفاع الروسية الأسطول في المحيط الهادئ بغواصتين نوويتين، أين تأثير لمثل هذه الخطوة؟ طبعا كل ذلك يأتي في ذروة المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي والغرب الأطلسي بشكل عام. وأيضا لا بد من الإشارة إلى أن هاتين الغواصتين تعتبران من الأسلحة الاستراتيجية لروسيا، ونحن نتكلم عن جزء أساسي من الثالوث النووي الروسي الذي يضم إلى جانب الطيران والصواريخ البالستية السلاح البحرية وتحديدا الغواصات النووية. فلذلك نستطيع أن نقول أنه من حيث الزمان هذا استعراض للعضلات الروسية في مناطق شاسعة تمتد من يعني من البحر الشمال مرورا بالقطب الشمالي وصولا إلى المحيط الهادئ، حيث ستعمل هاتان الغواصتان. أما من حيث المكان فكما قلت يعني نحن نتحدث عن منطقة جغرافية واسعة، لكن التركيز الآن يصب في منطقة المحيط الهادئ و وصولا إلى بحر اليابان وبحار الصين وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث هي منطقة صراع ومنطقة منافسة جديدة بين التحالف الذي يتشكل بين روسيا والصين وإيران ودول عديدة أخرى في هذه المنطقة، وما تقوم به الولايات المتحدة وحلفائها هناك من خلال المجموعات العسكرية والأحلاف التي تنوي تشكيلها هناك. لذلك نحن نتحدث في الزمان والمكان عن مرحلة جديدة من المواجهة، يعني ليس فقط عن المواجهة بين روسيا والغرب في القارة الأوروبية، ولكن أيضا عن مواجهة جماعية بين روسيا وحلفائها ودول الحلف الغربي. سلام، ماذا عن دعوة واشنطن رعاياها لمغادرة موسكو؟ لماذا في هذا التوقيت تحديدا، ولا سيما أن الكرملين حذر من خطورة تحول واشنطن إلى طرف في هذا النزاع؟ طبعا هناك يجب أن نأخذ في نظر الاعتبار هناك جانب إعلامي بالدرجة الأولى لإظهار أن الأوضاع متوترة وأن العلاقات متوترة وأن الرعايا الأمريكيين في خطر في روسيا في ضوء تصاعد المواجهة. هذا يعني للاستهلاك المحلي في داخل الولايات المتحدة لكي يكون رصيد بايدن والإدارة الأمريكية
يعني على يعني ابواب واعتاب الانتخابات النصفيه التكميليه، يعني لاظهار ان روسيا عدو. نحن نعرف جيدا، ووسائل الاعلام ربما الامريكيه تعكس ذلك، الراي العام الامريكي منغمس، ويعني بدرجه الاولى بالاوضاع الداخليه، بالاوضاع الاقتصاديه وبالانتخابات، ولا يكترث كثيرا لاوكرانيا ولما يجري هناك. فلذلك من وجهه النظر هذه الولايات المتحده معنيه في يعني الترويج لهذا الموضوع. في نفس الوقت هو ايضا محاوله للضغط على موسكو واتهامها بانها لا توفر كل الامان للدبلوماسيين وعدم الالتزام بما يسمى باتفاقيات فيينا المتعلقه بهذا الامر. وايضا نقطه اخيره هي ان يعني في هذه الظروف الولايات المتحده تحتاج الى دعم من قبل الحلفاء لها في هذا الموقف. سلام العبيدي، كنت معنا من هلسنكي، شكرا جزيلا لك. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال إن الحوادث التي وقعت على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ليست صدفة. وأضاف بوريل أن المعلومات تشير إلى إجراءات متعمدة، فما هي هذه الخطوط وما أهميتها؟ التفاصيل مع غراسيا بيطار. أهلا بكم. نتحدث عن واحد من أهم شريان الطاقة في العالم، خط السيل الشمالي نورد ستريم 1 و2. الخط الأول هو أكبر خط أنابيب غاز من روسيا إلى أوروبا من ناحية الكمية التي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا. يتجاوز طوله 1200 كيلومتر وينقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وهو أطول خط أنابيب تحت مياه البحر. وأما الخط الثاني فهو بالحجم نفسه ولم يجري تشغيله بعد. خط نورد ستريم أنشئ على 3 أقسام مختلفة بسماكة جدار تتبع اتجاه تدفق الغاز، بحيث تكون الجدران أكثر سمكا في بداية خطوط الأنابيب في خليج بورتوفايا بروسيا، ثم تقل سمكتها عند نقطة الهبوط في منطقة غريفسفالد بألمانيا. ورغم السعة الإسمية لخط الأنابيب التي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، فإنها نقلت نحو 59 مليار متر مكعب عام 2021. وإضافة إلى السيل الشمالي، هناك خطا تيرك ستريم وبلو ستريم اللذان يعبران البحر الأسود إلى تركيا لإمداد السوق التركية وجنوب أوروبا. وخط أوكرانيا، وهو مجموعة خطوط أنابيب الصداقة للغاز التي تمتد من روسيا عبر أوكرانيا للشحن إلى أوروبا عبر سلوفاكيا. من المستفيد من تسرب الغاز في البحر الأسود؟ معهد الزلازل السويدي سجل انفجارين تحت الماء قبل تسرب الغاز، وبعض جواب قد يكمن في تغريدة وزير الدفاع والخارجية البولندي السابق وعضو البرلمان الأوروبي راديك سيكورسكي. الولايات المتحدة شكرا. أكد السفير الروسي في بيروت ألكسندر رودكوف أن حديث الغرب عن تراجع وضعف في القوات المسلحة الروسية هو أضغاث وأحلام لا صلة لها بالواقع. وفي مقابلة مع الميادين نت، كشف رودكوف أن التعبئة الجزئية تطال 1% فقط من قوات الاحتياط. ويؤكد رودكوف أن الغرب يدفع كييف إلى نقل العمليات العسكرية إلى الأراضي الروسية، لافتا إلى أن النظام الأوكراني لا يتمتع بالاستقلال في صنع القرار أو في الإجراءات العملياتية، بل يتلقى أوامره من واشنطن والعواصم الأوروبية. وحول أزمة الطاقة في أوروبا، يجزم رودكوف أن من المستحيل التعويض الكامل عن توريد الغاز الروسي، وأنه من المتوقع أن يكون الشتاء في أوروبا صعبا وقاسيا. وفي جديد ملف الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، يزور رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين موسكو اليوم لاستكمال الجزء القانوني من انضمام جمهوريته إلى روسيا. وفي حديث لوكالة تاس قبل انطلاقه إلى موسكو، شكر بوشيلين جميع سكان الجمهورية الذين شاركوا في الاستفتاء ووصفهم بالأبطال. إلى العراق، حيث صوت مجلس النواب العراقي لتجديد الثقة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وجاء ذلك خلال جلسة للبرلمان كان هدفها التصويت على استقالة الحلبوسي.
وبالتزامن احتشد متظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد قبيل جلسة لمجلس النواب للتصويت، والمتظاهرون عبروا الحاجز الأول لجسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء. هذا وأفاد مصدر أمني بوجود انتشار كثيف لقوات حفظ القانون ونصب كتل كونكريتية على جسر الجمهورية بشكل 3 خطوط. انضم إلينا من أمام مجلس النواب العراقي مراسل الميادين محمد الفهد، لو تطلعنا على تفاصيل ما جرى في تلك الجلسة وتداعياتها. نعم محمد، عقدت جلسة هذا اليوم بنصاب كامل بلغ 235 نائبا بجدول أعمال من مادتين، الأولى التصويت على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وانتخاب نائب أول للرئيس. تم التصويت فمنح الثقة مجددا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالاستمرار في ولايته. صوت لصالح الاستقالة 13 نائبا فقط بين 235 نائبا. الآن أغلق التصويت السري على النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ويتنافس فيه أو يتنافس عليه 3 مرشحين هم هاشم الحسيني وباسم خشان ومحسن المندلاوي. ربما بعد دقائق من الآن سيتم الإعلان عن اسم المرشح لمنصب نائب الرئيس للفوز بهذا المنصب، وبذلك يفتح مجلس النواب فصلا جديدا من العمل التشريعي بعد أن كانت أعماله معلقة بسبب الاضطراب السياسي لنحو شهرين، يعني منذ 30 تموز/يونيو الماضي. وبالتالي بحسب النواب أن البرلمان والبيت التشريعي العراقي أصبح جاهزا الآن ليمارس صلاحياته وليبدأ بالأولويات المناطة به. أبرز هذه الأولويات هي تتمحور حول حسم منصب رئاستي الجمهورية والوزراء. ويقول النواب بأن التفاهمات السياسية هي التي تلعب دورا كبيرا، بمعنى إذا ما اتفقت الكتل السياسية على الإتيان بمرشحين من قبل الكتل الكردية لمنصب رئاسة الجمهورية وبمرشح الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، فإن البرلمان ربما يحدد في الأيام المقبلة جلسة خاصة لتمرير المنصبين. على الجانب السياسي وعلى الضفة السياسية هنالك تتحرك الكتل ربما لرسم خارطة طريق سياسية جديدة، وهي تبعد من الأطراف ولا سيما الحزبان الكرديان التقليديان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين حلف إطار التنسيقي. الشارع العراقي اليوم أيضا شهد إجراءات أمنية مكثفة وكبيرة جدا أدت إلى حدوث اختناقات مرورية حول مبنى مجلس النواب والمنطقة الحكومية المنطقة الخضراء، وكذلك إغلاق أغلب طرق المنافذ المنطقة الخضراء بالكتل أو بالحواجز الإسمنتية. كذلك تم إغلاق 3 جسور رئيسية في العاصمة العراقية بغداد، جسر الجمهورية وجسر السنك وجسر الشهداء، وكذلك انتشار للقوات عند مداخل هذه الجسور، وكذلك في الطرق الرئيسية. نعم محمد. إذن محمد الفهد مراسل الميادين كنت معنا من مجلس النواب في العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك. أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن لدى بلاده معلومات تفيد بأن منفذي هجوم مرسين الأخير الذي أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر جرى التخطيط له في سوريا، وذلك خلال مشاركته في حفل لمناسبة يوم المصابين في الحروب. فأكد أكار على أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين وقمعهم أينما كانوا. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن أن منفذي الهجوم هما امرأتان تنتميان إلى حزب العمال الكردستاني. وفي سابقة في تاريخ المملكة العربية السعودية عين الملك سلمان بن عبد العزيز نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حاكما فعليا للمملكة في منصب رئيس الوزراء بدلا منه، استثناء من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم. محمد، جاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية أن ابن سلمان سيتولى رئاسة الحكومة بعد أن كان نائبا لرئيسها، وأن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سيتولى وزارة الدفاع.
والآن إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة مع عبد الله ظاهر. مرحبا عبد الله. مرحبا آلاء. يبدو أن تداعيات توقف خط نورد ستريم تتواصل، ما الجديد الأبرز اليوم؟ الجديد ما قاله مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال بأن الحادث متعمد وليس صدفة. الكرملين بالأمس طالب الدنمارك بإيضاحات حول ما حصل، يبدو أن الموضوع تداعيات. طبعا. شكرا آلاء. أهلا بكم. يواصل موظفو شركة توتال أنرجي وإكسون موبيل في فرنسا أضرابهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بزيادة أجورهم بناء على دعوة اتحاد نقابات العمال الفرنسي. وأدى الإضراب إلى إيقاف تشغيل 40% من طاقة الشركة التكريرية، فيما هدد الموظفون بعرقلة إمدادات محطات الوقود بشكل كامل إن لم تتم زيادة رواتبهم بنسبة 10%. ودعت النقابة إلى إلغاء تجميد التوظيف ووضع خطة استثمارية واضحة تنصف العمال وتحافظ على الشركة. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الحوادث التي وقعت على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ليست صدفة بل هي متعمدة. وقال بوريل أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق بشأن الأضرار التي لحقت بشبكتي نورد ستريم 1 و2، وأن كل المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هذه التسريبات جاءت نتيجة أفعال متعمدة. وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أي تحقيق في حوادث نورد ستريم وسيتخذ المزيد من الخطوات لتحسين أمن الطاقة. تستعد ألمانيا إلى إعادة تشغيل 3 من محطات الفحم المتوقفة أول شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل لدعم إمدادات الكهرباء في فصل الشتاء. وأنهت شركة توليد الكهرباء الألمانية عمليات التجهيز للمحطات من خلال وضع اللمسات الأخيرة لإعادة تشغيلها. ويأتي القرار في ظل ما تعانيه برلين من أزمة شح في الطاقة بسبب ارتفاع الأسعار وتقلص إمدادات الغاز الروسي. انتقد صندوق النقد الدولي حزمة التخفيضات الضريبية في بريطانيا معتبرا أنها ستزيد من عدم المساواة. ودفعت هذه الخطة الاقتصادية الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض. وأوضح الصندوق أنه بالنظر إلى ضغوط التضخم المتزايدة في دول عديدة فإننا لا نوصي بحزم مالية كبيرة وغير موجهة في هذه المرحلة. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن البيت الأبيض يدرس احتمال استقالة وزيرة الخزانة جانيت يلين والمستشار الاقتصادي الرئاسي برايان دايزي. وبحسب الموقع يخطط المسؤولون في البيت الأبيض لإعادة تنظيم واسعة للفريق الاقتصادي للرئيس الأمريكي جو بايدن. لكن هذا التغيير يعتمد على نتائج انتخابات التجديد النصفي التي في نتيجتها قد يفقد الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس الشيوخ. غرقت كوبا في الظلام بعدما ألحق الإعصار إيان أضرارا جسيمة بشبكة الكهربائية مما أسفر عن انقطاع التيار عن الجزيرة بأسرها. وقالت شركة الكهرباء العمومية إن البلاد من دون خدمة كهرباء بسبب الأضرار التي خلفها الإعصار والذي يعد من الفئة الثالثة واجتاح غرب الجزيرة. وتم إجلاء نحو 40,000 شخص من ديارهم حيث أضرار الإعصار إيان كانت جسيمة. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة. شكرا لحسن متابعتكم. عودة إليكم آلاء ومحمد. شكرا عبد الله. ختام هذه الظهيرة لليوم اخترناه من كولومبيا ومع خطوة دعم غير مألوفة. التفاصيل معك آلاء. نعم محمد، فقد أحضر نائب كولومبي حصانه إلى الكونغرس دعما للمزارعين في البلاد. وتأتي خطوة عضو الكونغرس أليريو باريرا في سياق الاحتجاج على إجراءات قد تحظر بعض الأنشطة التي تشمل الخيول. وابتداء من هذا الأسبوع سيجري السماح لأعضاء الكونغرس الكولومبي باصطحاب حيواناتهم الأليفة معهم إلى مكان العمل. قبل الختام نذكركم بالمزيد من الأخبار والتقارير التي يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net لتصفحها، وذلك باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.